مرة أخرى بنرحب بكم وبرحب بضيفنا العزيز الحاج محمد عبد الوهاب. وإحنا كنا سألناه سؤال قبل ما نطلع، هل فعلا الحاج محمد عبد الوهاب حاول إن هو يجيب الكابتن محمود الخطيب يبقى رئيس لجنة الكرة في النادي الأهلي في المجلس الحالي في النادي ولا لأ؟ وإحنا منتظرين الإجابة بتاع حضرته. أنا حاسس إن أنا برامج تعليمية كده يا دكتور. أقول لحضرتك على حاجة، أنا الكابتن الخطيب بالنسبة لي يعني غير إنه أخ كبير وقدوة، أنا اشتغلت معاه كتير جدا من مجلس سنة 2000 وأمكن عملنا 99% من الصفقات كان الكابتن الخطيب هو السبب الرئيسي فيها أو اللي موجود ورا المبلغ. نفس الحكاية بقول لحضرتك، ما بيظهرش خالص يعني الكابتن الخطيب في الحاجات دي، وأنا سلاح جدا في المعاملة معاه. فكنت أنا يعني يمكن أنا قلت إيه، كنت أتمنى إن حد بقيمة وقامة الكابتن الخطيب يبقى موجود، بس دي طبعا مجلس إدارة وشأنه ووجهة نظر المجلس وشأنه. يعني حضرتك حاولت يعني فعلا؟ لا، أو كان أنا عندك أنا من جوايا أمنية، كان عندك وجهة نظر أمنية أو ليه وجهة نظر بس المجلس وشأنه هو وشاف إن هو مش هيتم عمل لجنة كورة خالص في الدورة ديت يعني، فخلاص يعني طبعا أنا. طب كلامنا على الكابتن الخطيب يجرنا ليه الانتخابات الأخيرة تمام، ووضع المجلس الحالي من المجلس السابق. هو بلا شك إن من محاسن المجلس الحالي، رغم إن يعني كلنا شايفين وكلنا متأكدين ان مفيش وفاق بين المجلس الحالي والمجلس السابق، واكبر دليل على كده عشان ما تجاوبليش اجابه دبلوماسيه انا بقطع عليك السكه. ان مثلا في لما دعيتوا الناس كتير من المجلس السابق في افتتاح الانشاءات ان ما حدش جه. لا ما نعرفش الظروف ايه، للحق احنا ما سمعناش اي كلام او اي انتوا ما جبتوش شريط المجلس السابق او خالص. حاولتوا ان هو تكلموا على اي حاجه زي ما بيحصل في نادي الزمالك، يعني احنا بنادي الزمالك اي رئيس بيجي بيتكلم على الرئيس اللي قبله ويقول كذا وكذا وكذا. احنا نرجع للانتخابات الاخيره تمام، وكان حضرتك كنت مع قائمه ابراهيم معلم لغايه اخر لحظه، وفوجئنا كما فوجئ من مع ابراهيم معلم ان انت اصبحت في قائمه المهندس محمود طاهر. انت حضرتك كده بترجعنا طبعا سنه ونص ورا، لو تفتكر حضرتك كان في انتخابات. انت مش عايز تجاوب بلاش. لا 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 لا، انا اصلا مفيش حاجه محرجه يعني. فكان في انتخابات قبليها كانت في شهر 6 وتم فتح باب الانتخابات، وكان ساعتها انا من اكتر من سنتين وانا متفق مع باشمهندس محمود طاهر ان احنا هنخش الانتخابات بسوا بقائمه كامله متكامله وفيها العناصر كلها لعمل يعني كمجلس اداره. فجت الانتخابات لما فتحت كانت قبل 30/6 لو تفتكر حضرتك. المهندس محمود قال لي انا مش داخل الانتخابات ديت، وانا بالتالي خدت قرار معاه. حتى انا قلت له لومت ساعتها، هو طلع بيان ان هو مش داخل الانتخابات. قلت له طب ليه ما قلتش ان انا كمان مش داخل معاك؟ قال لي خلاص يا محمد انت بقى اعتذر، اطلع اعتذر يعني وبتاع. المهم تم فتح باب الانتخابات الاخيره بقى، لا قبل الاخيره اللي قبل 30/6 اللي هي ما كملتش. بقول لحضرتك عشان انت بتقول اللي هي ما كملتش. وكان مهندس ابراهيم معلم كان طلبوني ان انا اكون موجود، وانا كنت رافض تماما، بس يعني تم دعوتي في المكتب عند باشمهندس ابراهيم، واثروا على في ناس قريبين جدا من دولهم الله يرحمه باشمهندس ابراهيم صالح، وده كان يعز عليا جدا جدا. هو بنفسه الاثر على انا، وكان نازل هو في الانتخابات دي كان نازل امين صندوق، وطلب مني انا اطلب منك انا شخصيا، وانا الراجل ده انا يعني عايز له افتكر له كل خير رحمه الله عليه، ان انت تكون موجود. وكان في بعض الناس اللي انا يعني ان انا بعزها جدا وقريبين من قلبي يعني، فقلت نادي اهلي عايزك دلوقتي انت هتقول لا وبتاع؟ فقلت له خلاص انا معاكم يعني. المهم الانتخابات دي حضرتك ما تمتش. لما جه بعد كده بقى فتح الباب للانتخابات الثانيه، ما كانش فيه اي ترتيب خالص في النادي ان هيبقى فيه انتخابات، ولا سيناريو حتى محطوط 1%. يعني انا حتى باشمهندس ابراهيم معلم قبل الانتخابات باربع خمس ايام بيقول لي مين قال لك ان انا داخل يعني قبل فتح الباب باربع خمس ايام؟ ما كانش عنده نيه خالص. والدليل انا بقول لحضرتك يمكن اول مره اتكلم اقول الكلام دوت في التلفزيون. احنا في الناحيه الثانيه مهندس محمود، احنا كانت العناصر كلها محطوطه يعني، محطوط مين الجاي، مين الجاي مهندس محمود، مين جاي نائب، مين جاي وكيل، مين الاعضاء، حتى كان في اختيارات تحته وتمت تنقيه كذا مره من الاختيارات. الناحيه الثانيه ما كانش فيه اي فكره ان في انتخابات يعني. دليل على كده حضرتك لما جيت قفل الباب ما كانش حتى القايمه ما كانتش كامله بتاعه الباشمهندس ابراهيم، وتم الاستعانه ببعض يمكن الناس اللي كانوا
ضد النادي او ضد ضد المجموعه دي في النادي الاهلي معاهم عشان يبقوا قائمه كامله. الفكره في ايه يا دكتور؟ الفكره انا النهارده لا بس نقلتك لا بقول لحضرتك كان ليها تاثير كبير. لا بقول لحضرتك الفكره ما هي الفكره في ايه بقى؟ الفكره احنا بنسعى الكرسي ولا بنسعى الخدمه؟ لا بنسعى الخدمه بنسعى لمصلحه النادي. انا كان عندي الرؤيه المكان. انا بقول لحضرتك انا كان عندي الرؤيه وشايف ان المجموعه مهندس محمود طاهر والمجموعه اللي داخله دي مجموعه عندها تحديات عندها العزيمه انها داخله تعمل 1 2 3 لصالح النادي الاهلي والحمد لله مع الايام تثبت ان انا اختياري صح كامل 100% وربنا وفقني للاختيار الصح وده انا صرحت بيه قبل فتح الباب باربع خمس ايام البشمهندس ابراهيم شخصيا. يمكن يعني لو زي كان زي وانا هو اللي على راس القائمه كنت برضه هتروح مع محمود طاهر؟ لا ما كانش هيبقى الوضع بالشكل ده خالص ما كانش هيبقى بالوضع. طب هل لو احنا بصينا للقائمتين وكابتن حسن ما كانش نازل وكابتن حسين ما كانش نازل كابتن عايز اتكلم على المهندس ابراهيم معلم وقائمته والمهندس محمود طاهر وقائمته ومين اللي مساند قائمه ومين اللي مساند قائمه المهندس ابراهيم معلم ومين اللي مساند قائمه المهندس محمود طاهر. هل انت شايف ان النتيجه ان القائمه دي كلها تسقط وان القائمه دي كلها تنجح ان عندك دي نتيجه متوقعه نتيجه وعي جمعيه عموميه عارفه هي عايزه ايه؟ يمكن ما ينفعش حضرتك انا وانا في السن ده او جمعيه عموميه ان انا اسوقها بالحته اللي انا عايزها بس لا لازم يبقى في وقفه ولازم في فكره. هو انا اول مره اعرف انك سياسه يا حاج محمد. لا مش سياسه انا شايف انا بقول لحضرتك يعني لا انا بقول لحضرتك لازم يبقى في اسم البرنامج بعد الحلقه. انا بقول لك انا اللي هنقولها بخوف بسياسه لا مش بخوف لا والله انا بتكلم حضرتك بصراحه بالراحه لا بقول لحضرتك بصراحه يعني لازم الناس فكرت انت ما ينفعش تسوقني في الحته اللي انت عايزها فيها عشان انت مثلا في موقف مع فلان وموقف مع علم. يعني الكلام اللي بيتقال ان قائمه المهندس ابراهيم معلم اسقطت ده كلام مش مظبوط. لا مش اسقطت هو ده كان راي الناس بتاعت الجمعيه العموميه ده راي الجمعيه والناس كان عند والناس الحمد لله بتثبت الايام ان هم كان رايهم صائب وان شاء الله باذن الله ربنا يقدر المجموعه اللي موجوده دي واللي مخطط انه يتعمل في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه دي يعزز موقفهم وان وقفتهم جنب المجموعه دي كان صح 100%. طب طالما اتكلمنا في الانتخابات وانا بحب اتكلم في الانتخابات نكمل بقى الانتخابات الجايه سنه كام؟ يمين يعيش احنا في 2018 مش كده؟ في ناس شايفه يعني ان المره الجايه يمكن تبقى لاول مره ان يحدث ان هيبقى في اكثر من 3 أو 4 رؤساء مرشحين لرئاسه النادي الاهلي وهيخوضوا الانتخابات. يعني الناس شايفه ان المهندس محمود طاهر وخصوصا ان هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه جميله جدا بدا فعلا يبان ان هو ابتدى يعني ناجح ويؤتي ثمار عمله مع المجموعه اللي معاه وضع طبيعي ان هو برضه يرشح نفسه رئيس النادي الاهلي. اعتقد ان الكابتن طاهر ابو زيد يعني رغم انه كان مساند لمحمود طاهر المره دي لكن طبعا يعني انت اكيد رايك من رايي انه هيرشح نفسه. لا كابتن محمود الخطيب ممكن يفكر وفي الحاله دي هو هيبقى اقوى المنافسين وممكن قوي يكون الاستاذ العمري فاروق برضه بيحضر ان هو ينزل رئيس النادي وانا بضيف واحد خامس وهو الحاج محمد عبد الوهاب. لا يعني مش في دماغي خالص. انت مش في دماغك. لا اقول حضرتك طب لو الاربعه دول نزلوا يا ترى هتفضل تشتغل مع مين؟ انا اقول حضرتك على حاجه انا احلى حاجه في المجلس اللي انا بنتمي له المجلس الحالي المجلس اداره النادي الاهلي من اول يوم كل واحد فيهم ما بفكرش في الانتخابات وانا متاكد المجلس ده لغايه اخر يوم ما فيش حد فيه بيفكر في الانتخابات كل واحد بيفكر يعني معلش احنا بنفكر احنا لا انا حضرت مجالس كتير حضرتك حضرت مجالس كتير عندنا في النادي كان في طبعا في حسابات كتيره جدا للانتخابات في حسابات كتيره لردود فعل لقرارات عشان الانتخابات او تاثر في الانتخابات في العاب معينه مؤثره. المجلس ده لا يريد الا وجه الله وصالح النادي فعلا. انا بقول لحضرتك مفيش وانا بقول لحضرتك على حاجه لو الناس اللي موجوده دي الناس اللي موجوده دي انا هساعدك زي البرنامج ونشيل اجابتين هنشيل طاهر والعمري هتقف مع مين او هتنزل في قائمه مين او هتفضل ان انت ما تنزلش مع محمود الخطيب ولا محمود طاهر والاثنين اسمهم محمود. انا صوتي بقى لنفسي تملي يعني صوتي بقى لنفسي يعني لا ساعه لما باخد موقف زي الموقف وانا خدت موقف وكنت مع المهندس محمود طاهر قلبا وقالما ده صالح النادي يعني مش هتنزل الانتخابات لو الاثنين دول نزلوا ضد بعض. لا انا بقول لحضرتك لا مين يعيش انا يعني ما حدش عارف مين يعيش معلش ربنا يدينا طول العمر وكل حاجه لصالح النادي الاهلي فين وانا اكون اكيد في اتجاهه يعني. طب هل عزوف
لعيب كرة القدم عن نزول في انتخابات النادي. شفنا في الانتخابات الأخرانية يمكن اتنين بس اللي نزلوا أو حاجة. كان كابتن مجدي عبد الغني. كان مجدي عبد الغني. وكانت برضو تالي غريبة شوية. وكان كابتن إن هو يخسر بالرقم الكبير ده قدام الأستاذ أحمد سعيد اللي أغلب الناس متعرفوش. لا إزاي دكتور أحمد يعني تاريخ في النادي الأهلي كبير جدا يعني. بس إزاي مجدي عبد الغني؟ مجدي عبد الغني صاحب الهدف بتاع بتاع باليرمو. لا يعني كان وكعيلة قديمة في النادي الأهلي. ما اختلفناش طبعا هو راجل محترم. يعني يمكن أقدم عدوتين عندنا جوه المجلس الإدارة دلوقتي استاذ كامل زاهر والدكتور احمد سعيد. أقدم عدوتين اعضاء الاداره. يعني ما كانش فيه الا مجدي عبد الغني وطاهر الشيخ. هل شعبيه نجوم الكوره قلت بين اعضاء النادي الاهلي هي ولا الناس مهتميه بالناحيه الاجتماعيه اكتر؟ لا غير كده. خلي بال حضرتك الكابتن حسن والكابتن محمود بيختلفوا تماما عن لعيبه الكوره. نجاحهم اداريا ونجاحهم اداريا ده اللي كان معززهم كتير جدا في نجاحهم في مجالس الادارات المتتاليه. يعني كان الموضوع من النادي الاهلي مش موضوع نجوميه. النجوميه او الكره ما بتشدش عضو الجمعيه العموميه قوي قد ما تشد اللي يفيد النادي. صح. ده وعي الجمعيه العموميه. انا بقول احنا عندنا اوعى جمعيه عموميه موجوده يمكن على مستوى انديه مصر كلها. تمام. نرجع للكره تاني. نرجع للكره. هل فعلا انت حضرتك دخلت في انتخابات وكده؟ انا كنت فاكر ان انت هتكلمني على الانجازات اللي تمت في السنه اللي فاتت دي كلها. ما الانجازات الناس كلها بتعرفها في الجرايد. لا في انجازات ناس لسه ما تعرفهاش. في انجازات ناس لسه ما تعرفهاش. مع ان لو بقى وقت في الاخر نبقى نقولها. دي على يعني هو برنامج ده مش جراء ده برنامج تقطيع بقى. لا 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 ابدا. استغفر الله. لا لا استغفر الله. ماشي يا دكتور. هل فعلا انت حاولت انك تطيح بالمدير الفني الموجود حاليا في فتره من الفترات خاصه بعد مباراه الاتحاد السكندري والهزيمه الثقيله اللي تهزمتوها؟ جريدو؟ انا شايف هو في مدير فني تاني. لا انا مش شايف انا مستر جريدو. انا شايف ان مستر جريدو واحد هيبقى والايام هتثبت. وتملي اقول يا جماعه انتوا جه عندنا راجل مدرب اسمه مانويل جوزيه اول سنه وقلت ده ما ينفعش ومشي وبقى ارجنتيني تاني قعد 7-8 سنين كان اكبر مدرب في تاريخ النادي الاهلي بالانجازات. الراجل ده من اتقل السيفيهات اللي دخلت النادي الاهلي. راجل درب في اقوى انديه العالم ودرب في دوري اوروبا الابطال الدوري وراجل عنده سي في قوي وراجل جاي في اصعب وقت بيمر بيه النادي الاهلي في حته الاحلال والتجديد وبيعمل معادله صعبه جدا ومع كده بيفوز. مع الوقت مستر جريدو هيعمل تاريخ ان شاء الله باذن الله ما حدش حققه في النادي الاهلي. يعني هل هيستمر مستر جريدو وسياسه النادي الاهلي في الكوره زي ما هي زي قبل كده بنظام ما بتتعملش بالقطع سوري يعني شراء العبد ولا تربيته؟ لا احنا ما بنتعاملش بالقطعة في النادي الاهلي. بنتعامل القطعة دي مع المدرب. ما بنقول حضرتك بنتعامل اخر موسم. انت بتجيب للمدرب كل اللعيبه اللي موجوده في مصر اللي هو عايزها. لا احنا ولازم لو جبت مين لازم هيكسب. لا انا بقول لحضرتك لا احنا بنكمل. لا ليه؟ احنا الحمد لله احنا عندنا انت طالع لك من تحت لعيبه الحمد لله لعيبه يعني زي عمرو جمال ربنا يشفيه وعندك زي كريم بامبو. ده موضوع مهم قوي عايزين نتكلم فيه بعد الفاصل. قول لي في اخر 10 سنين كم ناشئ طلعوا النادي الاهلي مقابل قد ايه انتوا صرفتوا من ملايين؟ بعد الفاصل مع الحاج محمد عبد الوهاب ويحكي لنا كل ناشئ في النادي الاهلي بيتكلف كام. ماشي. اهلا بكم مره اخرى مع ضيفنا العزيز الحاج محمد عبد الوهاب. واحنا كنا قفلنا على ان الناشئين بتوع النادي الاهلي ومدى الاهتمام بالناشئين وهل الفلوس اللي بتصرف على قطاع الناشئين في النادي الاهلي تساوي عدد القطاع بيطلعهم للفريق الاول. وانا كنت يمكن يعني مواجه شبه اتهام ان النادي الاهلي شغال على اللعيبه اللي من بره ومش على ابنائه. ايه راي حضرتك؟ والله حضرتك لا يعني الحمد لله يمكن في الفتره اللي فاتت وانا متفائل جدا بالفتره القادمه لان ماسك عندنا قطاع الناشئين الكابتن زيزو مع الكابتن محمود صالح والمدرسه تحت الكابتن امين عرابي عاملين شغل كويس جدا. وفي عندنا لاعبين مواليد الامم مواليد 96 مواليد 97 يمكن شفنا منهم احنا على الساحه مثلا زي رمضان صبحي وزي كريم بامبو وزي ناصر ماهر وزي محمد هاني. يعني كتير قوي عشان ما فيش حد يقع مننا. ففي لعيبه كتير قوي طلع. بس النهارده يا دكتور احنا كنادي نادي بطولات المفروض ان انت بتخش تاخد بطوله على طول. ففي عندك اماكن لازم الدعم ولازم عندك دقه قويه. فلازم طبعا بتشوف مين اللي موجود على الساحه تقدر بتدعم بيه فرقتك وبتدعم بيه الدكه. يعني مش لازم يجي يلعب اساسي لا يعني وفي فتره بيبقى انتقاليه. يعني انت عايز تجيب حد بس انتقال سنه سنتين قبل لما اللعيبه عندك لعيب واعد يطلع من تحت. فدي لازم بتتم في الكوره. يعني هو السؤال اللي جاي كنت هساله لك لقيتهم دلوقتي
جايبين معانا ضيف عزيز على التليفون واعتقد هو هيبقى برضو يساعدنا في الإجابة على السؤال اللي هو عودة كرة القدم والدوري العام. احنا معانا على التليفون الحاج محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. مساء الخير يا حاج محمود. مساء الخير يا حبيبي، سعيد جدا تحياتي للدكتور حاج محمد، وشرف ليا اكون معاكم انتوا الاثنين، يعني اعز الناس واقرب الناس والله. الله يخليك يا حاج محمود. كنت لسه هسال الحاج محمد عبد الوهاب، وما شاء الله الحاج محمد والحاج محمود ما شاء الله. لا ده زميل حجي كمان، يعني حجي سواء على طول. حاج محمود طبعا حاج محمود بيروح عمره كل 48 ساعه. ربنا يا رب يكرمه يا رب. كنا بنتكلم على عوده كره القدم، او كنا هنتكلم عليها، وانا عوده الدوري المصري. وانا كنت قريت خبر قبل ما ادخل على البرنامج، بس ده تصريح من الاتحاد ان وزير الداخليه وافق على عوده الدوري، بس طبعا ده تصريح انا شايفه انه تصريح فيج. عاوزين الحقيقه يا حاج محمود. بص حضرتك، الحقيقه النهارده كان في اجتماع مع علي وزير الداخليه والسيد ابو عزيز، واخر حتى في العوده للمكتب، والموافقه بالاجماع على عوده الدوري، وتحديد الميعاد في الاجتماع يبقى امتى هيجي الدوري بالظبط. هيبقى في اجتماع ان شاء الله خلال 48 ساعه قادمه على تحديد بدايات موعد البدايات والقصص بتاعها. يعني مفيش لا جديد، يعني ده جديد ان الدوري راجع، لكن باي معايير وباي مواعيد واي كلام، ده اللي هيتم خلال يعني الوقت. هل 4 ابريل ده الميعاد اللي احنا سمعناه، هل ده مظبوط ولا نسال الحاج عامر؟ لا هو حضرتك في على اساس ان هو بعد التجمع بتاع طبر الدول العربيه، لكن هو احنا مقدمين ورقه بيوم 21. طب تفسر حضرتك بايه لما يحصل اجتماع زي ده ومش موجود رئيس اتحاد الكوره؟ ده موافقه مبدئيه على العوده، لكن المعايير لازم خلال اللجنه. انت لا معلش يا حاج محمود، يعني تفسر بايه ان رئيس اتحاد الكوره او ممثل اتحاد الكوره مش موجود في اجتماع في عوده الدوري العام المصري لكره القدم؟ لا هو مش اجتماع، هو بص حضرتك، هو لقاء لقاء في مجلس الاداره جنب اللي مش لقاء محدد بخصوص هذا الموضوع بعينه، لكن هو ضمن يعني هل اتحاد الكوره مفوض وزير الشباب والرياضه؟ لا 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 حضرتك، الاجتماع يبقى مع اللجنه مع وجود رياضات الشباب خلال 48 ساعه القادمه، يكون فيها اللجنه المشكله من اتحاد الكوره مع وزاره الشباب مع مسؤولين في الداخليه ان شاء الله، عشان نحط الاليات النهائيه ان شاء الله. يعني الدوري راجع ان شاء الله، لكن هو امتى؟ يا رب يا حاج محمود، كلنا نتمنى كده. راجع ان شاء الله، راجع ان شاء الله. طب ومين هياخد الدوري السنه ده يا حاج محمود؟ والله الدوري انا شايفه فيه مفاجات، يعني ولا نسال كابتن عصام عبد الفتاح. 18 اسبوع جايين دول، يعني توقف الدوري اكيد برضه هيبقى فيه ناس بيبقى فيها مفاجات، وانا شايف ان الدوري السنه دي من اقوى الدوري من خلال 5 سنين جايين دول، فاعتقد ان هيبقى لن يعلن عن بطل الدوري الا في الاسابيع الاخيره. طيب هي فرصه بقى، طالما الحاج محمود معانا. النادي الاهلي كان قعد فتره كده قبل الدوري ما يقف، وبيعاني من التحكيم وعاوز يجيب حكام من بره. فيعني الحاج محمود معانا، يا ريت تشتكي له عصام عبد الفتاح. لا انا ما بشتكيش، انا ما بشتكيش حد. احنا بس يعني احنا عايزين، يعني بيبقى في فير، بيبقى فير في مش في التحكيم بس، حتى كانت في العقوبات. يعني انا بص حضرتك ايه، يعني كان في ميكالين، يعني انت بتشوف لجنه الثبات ولجنه التحكيم؟ لا انا بقول لحضرتك كان في ميكالين، يعني وده النادي الاهلي ما احنا بنخبيش، احنا بنقول. ويمكن يا حاج محمود يعني انتوا عندكم ميكالين يا حاج محمود؟ لا بالعكس، هو المشكله ان هو يعني اسمع الحاج محمد، هو مكيال واحد للكل يعني، بس يعني هو ده الصح. اللي حاصل لا، انتوا عندكم اكتر من مكيال، وبتختلف من لجنه للجنه، ولجنه شؤون اللاعبين عندكم عندها 3 مكاييل. اللجنه الوحيده اللي عندكم ليها مكيال واحد هي لجنه المسابقات. احنا بس بنطلب من اتحاد الكوره اللي موجود. طيب هو بيشتكوا من العقوبات بتاع لجنه المسابقات. احنا نفسنا نبقى زينا زي اوروبا ونعمل رابطه انديه محترفين. دي نفسنا رابطه الانديه. والحاج محمود اهو يا حاج محمود، امتى رابطه الانديه هتتعمل؟ دي الحاج محمود بقى يعني هو اللي يقول لنا. موضوع رابطه الانديه، يعني خلينا نتكلم بكل الامانه، يعني تم يعني تفرخة من محتوى الأساسي يوم ما اتخذ القرار السلبي بالبيع المنفرد للدوري العام، وده بداية ان مفيش رابطة. يعني هو ده اللي ضيع فرخة من هدفها، مش من الساعات الموجودة. اساس الرابطة انك بتبيع جماعي، يا رابطة بتبيع حقوق جماعي، من ساعة ما كل نادي يبيع لوحده، من ساعة ما احنا دخلنا في عدم وجود اي اهمية لها ولا دور لها بعد الموافقة على البيع الفردي. حاولنا ان احنا نسمي الموضوع ده، طبعا كان في ظروف، وكان في الاهلي بيقوم بدور الانديه الجماعي، لكن كان دي رغبه الانديه الغالبيه من الانديه، وما قدرناش نقف عنده. دي من هنا
رابط الانديه اصبحت لا وجود لها حتى الان. لابد العوده للبث الجماعي في جماعيه في البث عشان نبدا بعد كده في حقوق مش بس هتحل مشاكل كتير كل واحد يوزع لوحده. هو انا متفق مع حضرتك ان فعلا موضوع رابط الانديه ده موضوع عاوز وقت وهيبقى موضوع صعب علينا. حاج محمود احنا يمكن وقتنا انتهى فاحنا بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك دي وكان في اسئله كتير للحاج محمد عبد الوهاب لكن للاسف الشديد الوقت خلص فاحنا بنستاذن الحاج محمد عبد الوهاب يجي لنا تاني في حلقه ثانيه بحضرتك علشان نتكلم على الانجازات اللي انت عاوز تتكلم عليها. لا خلينا بحضرتك خلي الانجازات تتحدث عن نفسها واحنا الحمد لله احنا دي اغنيه دي لا يعني بتوفيق ربنا وبتوفيق الاعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا الحمد لله احنا مش ماشيين في الطريق المظبوط الحمد لله. بنشكرك جدا جدا على حاج محمد وباذن الله دايما النادي الاهلي في طليعه ان شاء الله الأندية الأفريقية لأن النادي الأهلي لما بيبقى كويس خاصة في الكورة منتخب مصر بيبقى كويس. يمكن أنا زملكاوي لكن بقول الكلام ده وبأكده والتوفيق لكل الأندية وبإذن الله الأسبوع الجاي يكون في دوري ونقول مع بعض الجدول بتاعه ونستضيف الحاج عامر بركات أو الحاج عامر حسين عشان نتكلم على الدوري بإذن الله في الأسبوع القادم. أشكركم ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.